هنا إرادة الحياة لا تموت وعزيمة وإصرار على متابعة التطوير والتحديث لا تلين. فانطلاقا من أهمية التكامل في عمل مختلف القطاعات في سوريا، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية وغرفة صناعة حلب في خطوة هامة تجاه تطوير التعليم المهني والمزدوج. المبادرة بأن الإخوة الصناعيين الذين عملوا معنا في مشروع التعليم المزدوج أن تكون أقبية المدارس الصناعية، وحيث يتوفر مساحات أن ينقلوا منشآتهم وتكون هناك منشآت صناعية، هناك خطوط إنتاج حقيقية، بحيث الطالب لا نحرمه من التدرب في جو العمل الفعلي، لأنه يكتسب عندها الكثير من المهارات. وهناك يعني بالنسبة للإخوة الصناعيين، هم شاركونا في وضع المناهج، هم يرأسون مجالس الإدارات، هم في ذات الوقت يرأسون لجان الامتحانات، لأننا قلنا لهم تعالوا لنتشارك وأنتم تشاركون القرار، بحيث لا نقول أن مخرجات هذا التعليم لديها نقص أو آخر. عندما شاركنا الإخوة الصناعيين هذا القرار، حقيقة لمسنا أن هناك تطور كبير في هذا التعليم، وهناك الفجوة التي سابقا كانت بين المنشأة التعليمية وقطاع الأعمال استطعنا إلى حد كبير ردمها. الأهم شيء نحن بالنسبة لنا هو القطاع الميكانيكي، قطاع الهندسي، عندنا قطاع النسيجي، صناعة الملابس، هي أهم شيء، هي اللي بتعمل عمالة كثيفة، هي بتوظف بسرعة ناس وإلى قيمة مضافة ونستفيد منها بسرعة، وتعتبر رأس حربة في صناعاتها، يعني بتشغل صناعات أخرى لاحقة. فنحن هون مركزين هلأ مبدئيا. طبعا هي الشريحة بدها تتوسع مع مرور الزمن، ما عندنا مشكلة أبدا بالطاقات النافعة والشابة بالبلد، عندنا فقط بعض النقاط الضعف في كفاءات موجودة عملية، عندنا البرامج موجودة، عندنا المخابر، عندنا هلأ منشآت. هي رسالة كمان نحن بإمكاننا نرسلها للعالم، أنه نحن عم نتعافى لما نحن بنجي نوقع هيك نجدد، نحن ما عم نوقع شيء جديد، نحن عنا هذه الاتفاقية موجودة نحن عم نجددها، لما نجي بهالفترة هي منجددها، معناتها نحن هاي إشارة من إشارات بدء التعافي. لقاؤنا هدف إلى إعادة ربط التعليم المهني والتقني بسوق العمل وإتاحة الفرصة لطلاب التعليم المزدوج للحصول على المهارات العملية والعلمية من خلال التدريب في المنشآت الاقتصادية. تم في نسخته الأولى 4 مهن شكلت عصب الصناعة في حلب وسوريا. البداية من هنا، ولسوريا مستقبل مشرق بسواعد أبنائها صناع الحياة المصرين دوما على إعادة الإعمار والحياة رغم الصعاب.